مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى الإسماعيلية ومراسلنا إبراهيم عزت ولقاء مع رئيس جامعة قناة السويس. إبراهيم أهلا بك وبضيفك. نعم أهلا بك سيد. بالفعل هذه الجولة التي بدأت منذ الصباح حينما وصل سيادة اللواء عبد الفتاح الحور محافظ شمال سيناء برفقة سيادة اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، وقاموا بجولة في المستشفيات التي استقبلت الحالات الإصابة في هذا الحادث الإرهابي. أنا هنا أحدثك على الهواء مباشرة في هذا البث الحي من مستشفى جامعة قناة السويس، هذه المستشفى أيضا التي فتحت أبوابها امبارح كأولى المستشفيات كون الأقرب من محافظة شمال سيناء، وبها عدد من المصابين. الآن بالتأكيد سنطمئن معا مباشرة مع دكتور ممدوح غراب وهو رئيس جامعة قناة السويس. بداية دكتور أنا برحب بحضرتك على شاشة أونلايف والبقاء لله. إذن البيان الأخير الذي تم إصداره منذ قليل 305 شهيد وأيضا 128 إصابة. ال 128 لو تحدثنا بالتأكيد هم موزعون في جميع المستشفيات هنا في الإسماعيلية، وهناك أيضا حالات تطرقت والتزم الأمر بتحويلها للقاهرة. هل ممكن حضرتك تحدثنا هنا في مستشفى جامعة السويس كم فرد يا فندم وحالتهم إيه؟ هو تم استقبال في حدود 40 فرد والأمور بتاعتهم مستقرة، وصل حالتين وفاة وفي حالة توفت مساء. تم إجراء حوالي 20 عملية من امبارح، تم فتح 12 غرفة عمليات وباقي الحالات الحمد لله مستقرة. بعض الحالات تم تحولها للعناية المركزة حوالي 6 حالات، إنما نقدر نطمن حضراتكم أن الأمور مستقرة وإن شاء الله بعتقد أن معظم الحالات هيعدوا منها. نعم هذه الحالات الوفاة فندم ممكن أعرف أي توقيت يعني قبل البيان الذي تم إصداره، والحالات الإصابة عبارة عن إيه إصابتهم المتواجدين دلوقتي داخل مستشفى الجامعة؟ هو طبعا حالات الوفاة كانت كلها مبارح على طول لحظة الوصول ومساء، وفي حالة كانت مساء، إنما بقية الإصابات كلها زي ما حضرتك عارف كل طلق ناري ما بين إصابات وكسور وفي الكتف وفي الدراع وفي الصدر وفي الرجلين، في برضو بعض الحالات اللي هي كانت في الوجه، إنما الأمور الحمد لله كلها تمت اتخذ القرار المناسب ليهم وتم الكشف عليهم وتم تحويلهم لغرف العمليات على طول، والنهاردة استكملنا بقية العمليات وإن شاء الله الأمور تبقى كويسة جدا قريب إن شاء الله. إن شاء الله. هل هناك حالات تستدعي أن تنقل لمعهد ناصر أو دار الشفاء في القاهرة، أم جميع الحالات نقدر نقول إنها مستقرة هنا في مستشفيات جامعة قناة السويس؟ لا، جميع الحالات مستقرة جامعة قناة السويس وجميع التخصصات موجودة وجميع الإمكانيات موجودة، وإحنا كمان على تم استعداد استقبال اي حالات يتم تحويلها لنا، تم تحويلها الى المستشفى الجامعي كما تم تحويل من المستشفى العام ومستشفى بير العبد، تم تحويل الان 4 حالات من هناك جايين في السكه، فالامور الحمد لله مستقره يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك والبقاء لله يا فندم. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الكرام ايضا تنضم لي على الهواء مباشره الان مدير عام مستشفى جامعه قناه السويس، وهي ايضا تطلعنا بمزيد من التفاصيل ايضا على حالات الاصابه. اهلا بحضرتك فندم والبقاء لله. خليني ابدا مع حضرتك مباشره، الحالات هنا عباره عن ايه؟ اصابتهم مستقره كما اشار بالتاكيد رئيس الجامعه، تقريبا هياخدوا وقت قد ايه هيستغرقوا للعلاج ويقدروا يخرجوا ويمارسوا حياتهم بشكل طبيعي؟ يا فندم اعلنا حاله الطوارئ منذ وصلنا البلاغ بحدوث حادث، فكانت كل الطواقم الطبيه موجوده. استقرار الحالات مش معناه ان هي مش هتنقل عشان هي مستقره او بسيطه، لا بالعكس، في حالات معقده بس مش هتنقل لان احنا عندنا الطاقم الطبي الكامل، احنا عندنا اساتذه جامعه، فريق عالي من اساتذه الجامعه موجودين، وعندنا جميع التخصصات الموجوده، الجراحات المختلفه، القلب والصدر، المخ والاعصاب، الاوعيه الدمويه، وهي اللي بيتلخص فيها الحادث. فبالتالي احنا مش محتاجين لنقل ولا محتاجين اي، الحمد لله الاسماعيليه كلها كانت بتتضافر وبتتعاون علشان التبرع بالدم، فالحمد لله امبارح كانت يعني ملحمه جميله من كل احنا الناس كانت بتتسابق علشان طبعا. سؤال عن الحالات، انا سؤالي الاخر لحضرتك، هل انتم بحاجه لنقل دم تبرع من قبل مواطنين او ما الى ذلك؟ اي مساعدات حضراتكم تقدروا يعني محتاجينها هنا في المستشفى؟ الحمد لله الامور يعني الحمد لله مستقره، وتم توفير كل المستلزمات الطبيه واكياس الدم. احنا عندنا كمان بعلن من هنا ان احنا عندنا فائض من اكياس الدم، لو في اي مستشفى اخرى انا مستعده ان احنا نساعدهم.
يعني خبر في غاية الأهمية. أنا بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. تحت أمرك يا فندم، شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، ها هي الجولة الآن تنطلق من على بوابة مستشفى جامعة قناة السويس، وكما ترون بخلفي الآن ها هو محافظ شمال سيناء برفقة السيد المحافظ ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، وأيضا دكتور ممدوح غراب وهو رئيس جامعة قناة السويس. ها هم يعني يدخلون للإطمئنان على حالات المصابين المتواجدين هنا في محافظة شمال سيناء. عن المسار أخيرا، زميلي العزيز سيد، عقب هذه الزيارة سيغادر السيد المحافظ سيادة اللواء عبد الفتاح حرحور هذه المحافظة متوجها إلى العاصمة وتحديدا إلى معهد ناصر كي يطمئن على الحالات أيضا التي تم إصابتها بالأمس في هذا الحادث الإرهابي. و دي تأتي في الزيارة الرابعة والمستشفى الرابعة لسيادته اليوم صباح اليوم. قام بجولة أولا من بئر العبد، حيث هذا المكان مكان الواقع والحادثة الإرهابية، حيث مسجد الروضة في بئر العبد، ومن ثم لمحافظة الإسماعيلية. كنا في الخدمة الإخبارية السابقة في مستشفى الجامعي، والآن في مستشفى جامعة قناة السويس. شكرا جزيلا لطيب المتابعة، والآن أعود مرة أخرى إلى زميل السيد بالستوديو. شكرا إبراهيم، مراسل أون لايف من الإسماعيلية. حاليا أشير سريعا إلى الوضع في مستشفى جامعة قناة السويس. كما أشاروا، 40 مصابا منهم 3 حالات وفاة، 20 عملية و12 غرفة عمليات، بالإضافة إلى 6 حالات بالعناية المركزة.